أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم ضيفنا نبينا سامي الذيب، غني عن التعريف، تعرفوه أكيد أصدقائنا كلهم منتظرين المحاضرة هاي بلا إكراه، معنى آية لا إكراه في الدين. خلونا بالبداية نرحب بنبينا سامي الذيب. أهلا وسهلا فيك نبينا. أهلين بك نبينا الجان، وأهلا بجميع المستمعين والمشاهدين. أهلا وسهلا فيك نبينا. أهلا وسهلا فيك نبينا. أصدقائنا بيعرفوا نحن سوينا الإعلام شأن كتابك الصادر قريبا عن قريب العربية، لا إكراه في الدين، معنى صورة لا إكراه في الدين. يا ريت الميكروفون معك والمحاضرة معك وأنت المحاضر، تفضل. إيه، في الواقع أنا بدأت سلسلة من الكتب بالفرنسية أصلا حول آيات تخلق مشاكل في فهمها. بداية كانت سورة الفاتحة، وعملنا عنها الحلقة السابقة، ثم كتاب لا إكراه في الدين، الآية اللي بتقول لا إكراه في الدين، ثم هناك كتاب عن الجهاد، آيات الجهاد، ثم عن الولاء والبراء، ثم عن الزكاة، ومستقبلا حيكون عن الجزية وعن مفهوم الهجرة في القرآن وعن العقوبات في القرآن، وقد تستمر السلسلة. والحلقة السابقة احنا تكلمنا عن الفاتحة وثقافة الكراهية، وترجمت الكتاب من الفرنسية إلى العربية. هو أصلا تجميع نصوص كتب التفسير مع مقدمة مطولة، جزء عن شرح الآية، شرح عام، فأنا ترجمت الشرح العام هذا. واليوم حتكلمكم عن آية لا إكراه في الدين، والكتاب صدر بالفرنسية والإنجليزية، وقررت لهذا السبب أن أترجمه حالا إلى اللغة العربية، وتم نشره في موقع أمازون، ووضعت حالا نسخة على موقعي يمكن تحميلها مجانا. وبالليل أنا قمت عدت قراءته، وجدت بعض الأخطاء فعدت وضع النسخة محدثة. فأرجوكم اللي سحب الكتاب في البداية يعيد يسحبه، يعني لأنه ثاني يوم كان في نسخة محدثة، نسخة مصححة أفضل، والنسخة الموجودة في أمازون هي النسخة المصححة، لكن مش مطلوب منكم تشتروها. اللي يحب يشتريها ورق ممكن يشتريها ورق للذكرى أو للدعم مثل ما يريد، بس هو الكتاب تحت تصرفكم مجانا. مثل ما قلت لكم، الكتاب متوفر بالفرنسية وبالإنجليزية، والفاتحة متوفر أيضا بالألمانية والفرنسية والإنجليزية والعربية. والحلقة القادمة حنتكلم عن الجهاد، آيات الجهاد في الإسلام، ماذا يعني الجهاد. لا أعرف إن كنت سأتمكن من ترجمة الكتاب، لكن هو متوفر بالفرنسية، النصوص العربية كاملة للمفسرين. فاليوم حبيت أكلمكم فعلا عن آية دائما المسلمين بذكروها في المؤتمرات، في المحاضرات، في المقابلات، بيقولوا احنا ديننا دين متسامح، وبرهان ذلك انه القرآن بيقول لا إكراه في الدين. على فكرة انا حاب اشرب على صحتك وعلى صحة الجميع، مثل ما كلمتك اخي النبي جان. نبينا هو بالفعل بالبداية كان لازم نضرب الكاس بالكاس. بالتمام بالتمام، لأنه الخمر والكذب لا يجتمعان، الخمر والكذب لا يجتمعان، ولهيك المسلمين كذابين لأنهم ما بيشربوا خمر، ولو بيشربوا خمر بصيروا أكثر حقانيين. فأنا أنصح جميع المسلمين إنهم يشربوا كاسة خمر من وقت لآخر علشان يفلت لسانهم، علشان يفلت لسانهم ويقولوا اللي بقلبهم. علي؟ نبينا، تفضل. نبينا، هل هناك علاقة بين الخمر، تحريم الخمر، وكثرة الكذب عند أخواننا المسلمين؟ أظن هذا هو الأمر، هم دائما في مرحلة خوف،
وخوف من المجتمع، خوف من عائلاتهم، خوف على مصالحهم، فهم يلجأوا إلى الكذب والطقية وما شابه ذلك. ولو إنهم شربوا الخمر لما استطاعوا الكذب لكان الواحد فلت لسانه، وهم بعدين العقل الباطني حيفهم إنه كل الكلام اللي حكوه ده كله هيلم وضحك على الغير وعلى نفسه. الواحد لازم يكون حقيقي مع نفسه، وما في أفضل من الخمر. ومثل ما قلت لكم في الحلقة الأولى مع النبي جان، إنه هناك مثل روماني لاتيني يقول في الخمر الحقيقة، وهو في بداية القرن أو في القرن الأول الميلادي كان القبائل الجرمانية الألمانية قبل اجتماع المستشارين تاعونهم كانوا يفرضوا عليهم أنهم يشربوا الخمر حتى الثمالة حتى يسكروا، والهدف كانوا علشان يقولوا الحقيقة، مش عايزين كذب في الاجتماع، كان عايزين كل واحد يعبر عن حقيقة ما موجود في قلبه. فلهيك في اللغة اللاتينية بقول in vino veritas. قليل من الناس بيفهموا من فين جت هذا المثل، فهذا المثل مثل واقعي. وأظن محمد منع الخمر حتى المسلمين يكونوا كذابين. لا أقول اسكروا، لا أقول اسكروا، لكن إن كنت لوحدك لا مانع تسكر، واحكي بصوت عالي حتى ضميرك الداخلي يسمع اللي أنت أخفيته خلال الصحوة. اتفضل. فإحنا فعلى صحتكم، فعلى صحتكم اهو، عشان صحتك ما تقولوا لا صحتك اهو، ده هو اصلا ده شفته علي، ده خمر سويسري والجبل العالي تاعنا اكثر يعني اهو. وحتى الارض السويسريه مكتوب على الخمر ده. فعلى صحتكم يا اخواني، صحتكم جميعا. انا لا اسكر، اشرب كاس كل اسبوع، وعامه اشرب الكاس فقط مع نبي جان علشان أعد أن أقول الحقيقة ولن أكذب عليه. صحتك، أنت تقول الحقيقة دائما نبيلة، يعني بصراحة أنت كنز كنز، و يعني حابين نستفيد من علمك ومن تجربتك. تسلم تسلم عزيزي الفاضل، تسلم عزيزي الفاضل. الآن إذن الكتاب عنوانه هو كتاب ليس طويل، من 172 صفحة بالعربية، عنوانه لا إكراه في الدين، تفسير الآية 256 من سورة البقرة خلال العصور. وفي الواقع في هذا التفسير أنا رحت قرأت ما كتب 75 مفسر عن هذه الآية، من أول مفسر معروف عندنا لحد المفسرين اللي لساتهم عايشين. يعني الجميع تعرضت لهم، اللي استطعت أنا أضع يدي عليهم. وذاكر يعني المصدر ممكن واحد يرجع له، ما في مشكلة. هلا فهم مثل ما قلت لك، كل في كل مؤتمر يقول لك احنا ديننا دين متسامح، دين يعرف حرية العقيدة، وبرهان ذلك انه القرآن بيقول لا يكره بالدين. اعطيني اي دين في العالم غير الإسلام يذكر أنه لا إكراه في الدين، فإحنا أول دين والدين الوحيد اللي بيعترف بحرية العقيدة، فأنت تتهمنا بإيش؟ تتهمنا بإيش؟ ما هو الآية واضحة، الآية واضحة. فأنا قلت خلاص، معناته إحنا لازم نرجع للمصادر الإسلامية نشوف إذا هدول بيكذبوا علينا أم لا، ايه التصرفات تاعون النبي محمد، ايه بيقول القرآن. لانه انت بتاخذ ايه مقطوعه من القرآن بتقول اهو، طيب ما في القرآن 6236 ايه، ايه بتقول الايات الاخرى اخي، ايه بتقول الايات الاخرى؟ ازاي انت بتعتمد على فقره قصيره من ايه وبتيجي بترميها على وجه الناس، والناس ما يعرفوش لانه اولا ما عندهم وقت يقرأوا كل القرآن ومش متبحرين. فأنا رجعت لكل المصادر المعتبرة، كتب التفسير المعتبرة، علشان أفهم إزاي فهمت، إزاي هدول فهموا، وبعدين إزاي كانت تصرفات محمد كما جاءت في كتب التفسير.
هلا جزء من هذه الآية، نقرأ الآية، نقرأ الآية كاملة. أولا نقرأ الآية كاملة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. هنحاول نفهم كل كلمة إيه معناها بهذه الآية، إنه مو كل الناس يعرفوا، حتى هي بالعربية صح، لكن هناك كلمات صعب يفهمها عامة الناس. من فين أجتها؟ هاي الآية من فين أجت؟ أوكي؟ هناك شعر لأمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت وهو شاعر عاش، يعني عايش النبي محمد، وكان النبي محمد يحب كثير شعره، وقال فيه: لقد آمن شعره وكفر قلبه. يعني هو شعره كان يعبر عن الإيمان، ولكن رفض يعترف بنبوة محمد. وحقيقة هو هذا الشاعر اللي توفى 626 ذهب إلى النبي محمد لكي يؤمن به، وهو في الطريق سمع خبر إنه محمد عمل حرب وقتل 2 من قرايبه، فقال: نبي يقتل؟ لا، مش معقول يكون نبي يقتل، أنا على رأيي النبي ما بقدر يقتل، إذا محمد قتل هذا مش نبي. فحمل حاله وروح، وكان راي على طريق للنبي مشان يؤمن، مشان يصير مسلم، يبايع النبي محمد. لما سمع إنه النبي محمد عمل حرب وقتل 2 من قرابته، طبل على راسه، قال: لا، مش معقول النبي بيقتل، ايه الرسالة ده؟ اذا انت برسالتك انت عايز تثبت رسالتك بالقتل، شو معنى الرسالة تاعتك؟ فعلي فقال: لا، هذا مش نبي بالحالة هاي مش نبي. فهو له بيت شعر بيقول: واياك لا تجعلوا مع الله غيره، فان سبيل الرشد اصبح باديه. ها، وهو تشابه جزء من الايه اللي نعيد قراءتها. ها، لا إكراه، قد تبين الرشد من الغي، أيوة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى. يعني هو بيتكلم فيها الرشد، بيتكلم فيها الرشد، وبيتكلم فيها لا تجعل مع الله إله آخر، فهي نفس العبارة. لكن هناك من يقول إن هذه الآية مأخوذة من كتاب لشمال أفريقي، مسيحي من شمال أفريقيا، توفى بالعام 325، كان يعني خطيب مفوه، وكتب كتاب النظم اللاهية، يقول فيه بأنه ليست هناك حاجة للعنف للإقناع، لأن الدين لا يمكن له أن ينتج عن الإكراه، ولذلك يجب استعمال الكلمة بدلا من العصا. وهذا كان خطيب مفوه، وكتاباته كانت معروفة. فعالم سنغالي مسلم قال إنه هذه الآية اللي احنا بنقراها في الدين مأخوذة من الكاتب شمال أفريقيا هذا اللي عاش في القرن، اللي مات سنة 325، هذه الآية مأخوذة منه. الحاصل هل احنا ما نقدرش نعرف إذا كان هناك، يعني طبعت العربية للقرآن أشرت لكل أبيات الشعر اللي تشابه القرآن، وهي الطبعة الوحيدة التي تذكر في الهوامش مقارنة بين الشعر الجاهلي وآيات القرآن. طبعا الحال هناك جدل كبير إذا كان الشعر الجاهلي فعلا هو منسوب للجاهليين، يعني هو قبل الإسلام، أم أنه هو من عمل الرواة بعد محمد. هل القرآن استوحى آياته من الشعر الجاهلي، أم إنه هذا الشعر استوحى كلامه أو تعابيره من القرآن؟ مش معروف، لأنه مش معروف التاريخ حقيقة، مش معروف إمتى كتب القرآن وإمتى كتب الشعر الجاهلي، فمش معروف مين سبق الآخر.
هل هو الشعر الجاهلي اللي سبق القرآن أم إنه القرآن اللي سبق الشعر الجاهلي؟ لكن اللي بتزيد المشكلة إنه كتب التفسير بذاتها بتعتمد على الشعر الجاهلي لتفسير آيات القرآن. يعني المفسرين يعتبروا فعلا. تفضل. نبينا هون في عندي مشكلة بصراحة، يعني انه هلا الشعر الجاهلي كل شيء جاهلي هو قبل الاسلام، يعني بالتمام اعتبرناه شعر جاهلي معناته قبل الاسلام، تمام بالتحصيل حاصل انه يكون القرآن مستوحى من الشعر الجاهلي. ايه، بس المشكلة انه طه حسين كتب كتاب في الشعر الجاهلي، في الشعر الجاهلي او في، وبعدين جبر يغير عنوانه في الادب الجاهلي، قال انه كل الشعر الجاهلي هو منحول، منحول وليس شعر امرؤ القيس، لم يكن شعر امرؤ القيس ولكن نسب لامرؤ القيس. هذه هي المشكلة. لكن حتى الآن احنا ما حليناش المشكلة. تاريخيا لا نعرف امتى كتب القرآن في النهاية، امتى النص النهائي، وامتى، ما هو تاريخ الشعر الجاهلي. فبالحال هاي احنا في شك. إذا كنا في شك لا نقدر أن نجزم، لا نقدر أن نجزم من هو الذي. لكن طبيعة الحال في كثير من آيات القرآن مأخوذة من التوراة، ومعروف أن التوراة مؤرخة قبل محمد. هنا واضح أن القرآن أخذ من التوراة، فهم علي؟ هذا واضح، واضح. أما من الشعر الجاهلي ما نقدرش نبت بصورة صريحة، ولو أنه هناك بعض المسيحيين يحاولون يقولوا أن القرآن نسخ من الشعر الجاهلي، يعني أخذ من الشعر الجاهلي، لكن الأمانة العلمية بتقول أنه الأمر اللي احنا ما نقدرش نثبت فيه، ما نقدرش نقول يعني نأكد عليه، ما نقدرش نأكد عليه. طيب، فهذا هو الأساس. هلا نأخذ معاني الكلمات. لا إكراه، لا إكراه في الدين، لا إكراه. ماذا تعني الإكراه؟ يعني هنا فهمت دائما بمعنى التهديد الجسدي، أو بالأحرى التهديد بالقتل. يعني ما اقدرش اقول لك يا اخي جان، انت يا اما بترجع عن الحدك او اقتلك. يعني انا بدي اكرهك على الاسلام، بدي اكرهك على الاسلام اكراه. اما اني استعمل ضدك ضغوطات اخرى، مثلا ادفعك الجزيه، او مثلا احرمك من اموالك، او احرمك من امكانيه الزواج، او احرمك من امور اخرى، فهذا لا يعتبر اكراه. بمعنى كلمه اكراه تعني لا يفرض على الإنسان بتهديد القتل أو بالسيف دخول الدين. هلا لا إكراه في الدين، ما هو في الدين؟ هنا تعني الإسلام. يعني ما حدش يقدر يجبرك إنك تدخل الإسلام بالسيف. هذا ماذا المعنى الظاهر؟ احنا هنرى إنه هذا ليس هو المعنى الحقيقي. هذا المعنى الظاهر. أوكي. تبين الرشد هو الصراط المستقيم الحقيقة الاستقامة. الغي هنا بنرجع الآية، أيوة، قد تبين الرشد من الغي. الغي معناته الضلال. هناك كلمة أخرى بتقول فمن يكفر بالطاغوت. كلمة طاغوت كلمة غير مفهومة، كلمة طاغوت مش معروف أصلها. فهذه الكلمة فسرها العرب، فسرتها المعاجم، كل ما عبد من دون الله. وفقا لموسعة معاني القرآن، الطاغوت صيغة مبالغة في الطغيان، وتاؤه زائدة، مشتق من طغى، واستعمله القرآن إشارة للأصنام وسدنتها وكهنتها وأكابر المجرمين والمشركين ومن إليهم. وقد استعملت 8 مرات في القرآن. هذه الكلمة جاءت 8 مرات في القرآن، وفي خبير في العلوم في اللغة السريانية بيقول إنه كلمة طغيان تعني الضلال أو الخطيئة. وهو نجد هذه الكلمة باللغة العبرية عند حزقيال، النبي حزقيال، الآية العاشرة بتقول لأنهم أضلوا شعبي. فهذه الكلمة أضلوا
هتاغو جاءت بالعبرية بهذه الصيغة، أي تعني يعني هو الضلال أضله. جاءت أيضا في نفس المعنى في سفر نشيد الأناشيد. وفي آية أخرى تقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت والطاغوت، شو الجبت والطاغوت؟ ليه ربطهم؟ الجبت هنا كلمة كمان مش مفهومة، مش مفهوم معناه. هذه المرة الوحيدة اللي بيستعمل فيها كلمة الجبت القرآن. وقد يكون معناها الأوثان، وقد يكون معناها الأوثان. أوكي. فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى يعني الحبل الوثيق المحكم. وآخر الآية شو بتقول؟ آخر الآية شو بتقول؟ لساتنا بالتفسير: والله سميع عليم. طب لا، نعيد القراءة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. شو دخل هاي العبارة بالآية؟ ما لهاش دخل. هذا ما يسمى في علم القرآني، القرآن في علوم القرآن، التذليل. يعني هذا ذيل موضوع للحفاظ على السجع، يعني هو مجرد لغو، مجرد لغو. لكن او اوضح لك، المفسرين كل المفسرين قالوا مش معقول يكون لغو، يعني الله ما بلغي، ما بلغي. فوجدوا تحليل بيقولوا ان الله، انه محمد كان في حياته يريد انه اليهود انهم يصيروا مسلمين، فبالآية بيقول إن الله سميع عليم، يعني الله بيسمع صلواتك وبيعرف إنه أنت رغبتك إنه اليهود يتحولوا للإسلام. هذا ما. بس هي في الواقع هذه الجملة والله سميع عليم لا لها، لا ناقة ولا جمل في الآية، ما لهاش دخل في الآية، هي فقط ذيل. هذا ما يسمى التذليل. وهناك أكثر من 1000 آية في القرآن موجود في نهايتها ذيل، ذيل، مثل ذيل القط. ذيل القط شو يساوي؟ ذات القط ما بيساوي، هو مو اللي بمشي، لا، بس هو للزيني، هو جات من الذيل، بسموه التذليل، التذليل. ها، مثل ما بتنهي برسالة ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انت تبقى تسبه بالأول كل امك على ابوك بالاخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخي ايه علاقتها هاي بالرساله بتاعتك؟ انت بديت تسيب. نبينا صدقني، حتى يعني التسجيل يعني ما ينافع، يعني ما يظبط، ما حلوه كثير يعني. على كل، هو في اكثر من 1000 آية موجود في اخرها ذيل، الهدف منه هو الحفاظ على السجع. طب مشان نفهم الحاصل هلا. هلا المشكلة ايه؟ هلا حنبدأ بالمشاكل اللي بتعلق بالحرية، حرية العقيدة. هلا هاي الصورة، هاي الآية جايت من سورة البقرة. سورة البقرة معروف انها هاي أول سورة نزلت، هاي أول سورة نزلت بعد الهجرة. حسب رأي يعني عكرمة بيقول إنها أول سورة نزلت في المدينة، لكن المسلمين وضعوها في بداية القرآن. هي رقمها الحقيقي 87 بالتسلسل التاريخي، بس حطوها بالسورة الثانية. شو السبب؟ ما هو هنا المشكلة، إنه القرآن حطوا الصور الطويلة في البداية والصور القصيرة الشعرية في الأخير، لأنه الدولة كان محتاجة قوانين، فالصور اللي فيها قوانين حطوها في البداية. لكن حقيقة سورة البقرة هي نزلت في بداية الهجرة، مو قبل. لكن القرآن الحالي اللي موجود بين إيدينا هو رقم اثنين في طبعة العربية للقرآن بالتسلسل التاريخي، تحمل رقم 87، يكون عندك علم. فأنت حملوا طبعة العربية للقرآن عشان تجدوا الموقع الحقيقي اللي صورتها. طب من فين جايت صورة الكلمة البقرة؟ ايه دخل البقرة بالصورة؟ ايه دخل هو الصور مأخوذة اسماء
من كلمات جاءت في من خلال الصورة. ففي في آيتين في القرآن، في آيتين في القرآن 67 و73 تتكلم عن بقرة، تتكلم عن بقرة، فسموا كل سورة سورة البقرة. منيح، بس هاي البقرة من وين جاي؟ شو قصتها البقرة؟ شو جاب البقرة للسورة تحت محمد؟ شو جاب؟ هو أخذها من نص من القرآن، من التوراة، أخذها من نص من القرآن، وهي في الواقع قصتين خبطهم بعض، قصتين خبطهم ببعض من التوراة. ولهيك المفسرين مش فاهمينها، ما تقدرش تفهمها إلا إذا رجعت لنص التوراة. البرهان إنه القرآن مأخوذ من التوراة، فجزء منها هو من سفر التثنية الفصل 21 إلى من الآية 1 إلى 9، وسفر العدد الفصل 19 1 إلى 10. هو القرآن راح خبطهم مع سوا النصين، بس هما نصين من فصلين تماما، بس هو خبطهم. فالنص القرآني غير واضح بتاتا، اللي بتتكلم عن البقرة مش معروف ليش البقرة دخلت فيها، يعني هو جزء من القرآن أكيد ضاع، أكيد جزء من القرآن، لهيك المفسرين يعني تاهوا في الوضع. لكن إذا عزفهم الآيتين هدول اللي بتتكلم بسورة البقرة لازم ترجع للتوراة. وأنا ذكرت لك في هوامش الكتاب تاعي اللي نشرته نص التوراة علشان أنت بذاتك تقرأ وتفهم. أوكي، هلا المصيبة اللي أكبر إنه هذول الآيتين جاي مثل الشعرة في اللبن، يعني ما لهاش علاقة. هم آيتين، هم في هناك آيتين، هي الآية 256 200 ثانية واحدة 200 و 200 و 56 هاي لا إكراه في الدين، تتبعها آية أخرى مش تقريبا تكمل لها 257، بس جاي بين آيتين، الآية 255 والآية 258 لا علاقة لها لهما بهذه الآية، لا باللي قبلها ولا باللي بعدها، يعني هي وقعت مثل الشعر في اللبن. هاي الآية لا علاقة لها لا بما سبقها ولا بما لاحقها، أدخلت في النص القرآني من فوق تحت. ليه؟ ما بتعرفش. طيب ازاي؟ فين الرابط بين اثنين؟ اكيد هناك نصوص ضاعت، اكيد هناك نصوص ضاعت. فعلشان نتاكد من الامر هنقرا الايات مع سوا، مش هنطول. هنقرا، بتقول الايه 255، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، هذه سوره الكرسي انت تعرفها، ولا نوم، له ما في السماء وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط بشيء من علم إلا بمن شاء، وسع كرسيه السماء والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. بعدين بضيف لا إكراه في الدين، يا أخي إيه علاقته بالكرسي هاي؟ أولا بتقول الله لا بينام ولا بتعب ولا عباله وكان على كرسي، طب منيح، طب إكراه في الدين شو جابه هون؟ امبارح كان عندي حلقه مع الاخ احمد حرقان، سمعت الناسخ والمنسوخ، سبهلله سبهلله. تمام، هنا واضح انه انتقل من الايه 255 ده اللي بسموها سوره ايه الكرسي الى الاكراه في الدين. طيب منيح، بعدين الله، بعدين الايه 257، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. طب منيح، هاي بنقول لها علاقه مع الايه 256. بعدين في بعدين الايه 258 شو بقول؟ الم تر الى الذين حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طب هاي ايه علاقتها بالإكراه بالدين اخي؟ ملهاش علاقه. فهاي الايتين، الايه 256 والايه 255
57 جت بين في السياق لا علاقة له بها، لا علاقة لهما به، فوقعت مثل الشارة باللبن. الناس بيقول مثل البعرة باللبن. وهذا هناك آلاف الآيات بالقرآن اللي ليها لا ليها لا قدام ولا وراء، لا علاقة لها بتاتا، لا بما سبق ولا بما لحق. من وين؟ ليش التقى هذول الآيات مقطعة الأوصال؟ لأنه حسب أهل السنة نص القرآن ضاع، وحسب أهل الشيعة تلتين القرآن ضاع، فهم جمعوا القرآن اللي وجدوا ما تيسر من القرآن، فاقرأ ما تيسر من هذا الموجود، الجود من الموجود مثل ما بيقولوا عندنا، هذا الموجود. فهنا الآيتين هذولا إذا تقرأهم بعلاقة بالآية السابقة وبالآية اللاحقة، بل هم مش أي علاقة مع بعض، هذولا ما تعرفش ليه دخلوا في الصورة هاي، ما تعرفش إيه اللي جابهم، ما تعرفش يعني ده دخل لا دستور ولا حضور. لك يا أخي إيه قصتك مالك؟ قبل شوية كنت تقول الله قاعد على الكرسي، بعدين كل لا إكراه في الدين ليه؟ إيه علاقة الكرسي بالإكراه بالدين؟ ما فيش علاقة، ما لوش علاقة. بعدين بيجيب لي قصة إبراهيم، بخصه الله إبراهيم بإيه؟ بالكرسي. قصة إبراهيم شو قصته بالكرسي؟ بعدين شو معنى تكرهها بالدين؟ ما لوش معنى. الحاصل حاصله هلا المفسرين عدد شو بيقولوا؟ بيقولوا إنه هنا بدخل مشكلة التسلسل التاريخي للقرآن، فهم عمدا بيقولوا هذه الآية جت في الزمن الآتي، زمن الآتي اللي كان فيه الإسلام ضعيف، فقال لا إكراه في الدين. لما قويت شوكته، لما قويت شوكته قال لهم لا، وقفوا عند حدكم، ده ما تعمل ما تفهموهاش على عمومها، لا ما تفهموهاش كده، ده إلها معنى آخر بالتمام. طيب هنعمل إيه؟ فهم معروف انه بالمختصر المفيد محمد بدا يستلم الوحي 610، ما كانش عنده اكثر من 100 تابع لحد 622، يعني 12 سنه هو يكلمهم يا ناس تعالوا الحقوني، ما حدش رد عليه، لا دول اللي عايفين حالهم منيح. فما نفعش، فراح سوى دولة تاعته في المدينة وحمل السيف وصار يعدهم بالغنائم وبالسبايا وبغيره وغيره وبالحريات في الجنة، فكلهم تبعوه، فكلهم تبعوه منيح. 632 توفى رحمه الله منيح. هلا هذا القرآن على تجمعوا اللي جمعوا، الخليفة عثمان النص اللي عندنا بسموه المصحف العثماني، المصحف اللي عندنا اسمه المصحف، حتى مش المصحف محمد، لا ده مصحف عثمان، يعني العنوان تاعه فعلا واضح انه احنا بنتبع مصحف عثمان مو مصحف محمد. لانه لو كان تاع محمد لكان سموه مصحف محمد، لا ده تاع عثمان. وكما قلنا في الحلقة السابقة انه عثمان اتهم انه حرف القرآن وقتل لذلك، ومع ذلك يعني يعتبروه كلام الله، يعني بالتمام. ايه هو قتل لانه حرف القران ودفنوه في مقابر المسلمين، والمسلمين لحد اليوم تابعين مصحف عثمان. دفنوه في مقابر اليهود قصدك؟ ايه صحيح، المعذره اليهود، لانه رفضوا يدفنوا عند المسلمين، لانه قال انت حرفت القران، انت حلفت القرآن فبتستحقش تدفن مع المسلمين. الحاصل ولساتنا لحد اليوم احنا نستعمل المصحف العثماني، المصحف العثماني منيح. فهاي جافي بكل عادة الآيات المتسامحة في الجزء المكي نسخت بالآيات اللاحقة الجزء المدني. المشكلة انه لا إكراه في الدين جت في اول سورة في الهجرة، لسه محمد ما كون عنده جيش ولا شيء، ما كانش عنده إمكانية الجيش، يعني هو بدايته قال لهم لا كل واحد يتبع الدين اللي بده إياه. فهناك قصص كثيرة
يذكرها كتب التفسير ايه ليه نزلت هاي الايه، هنتكلم عنها بعدين. الحاصل احنا هنصل لايه؟ هلا جت ايه هي مسحت كل الايات المتسامحه، بسموها ايه السيف. ايه السيف مش متفقين ما هي، عند الشيعة هي شيء وعند السنة شيء آخر. عند السنة آية السيف هي سورة التوبة الآية الخامسة اللي بتقول فإذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله إن الله غفير رحيم. طيب هاي بسموها آية السيف. الشعب يقول لك لا، آية السيف هي اللي بسموها آية الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طب ما انت قبل شوي كنت تقول لا يكرهها بالدين، هل عايز لا وانتم وهم صاغرون عايز تفرض عليهم الجزء تناقض؟ طب منيح، مش مشكلة. فآية السيف مهما كانت، إن كانت الأولى ولا الثانية، بيعتبروا إنها ألغت 124 أو 140 آية متسامحة في القرآن ألغيت. والإسلام يتبع كما انتهى وليس كما بدأ. يجب أن نفهم أن الإسلام هو ما انتهى إليه الإسلام، لأنه بأخلاق اليوم أتممت لكم دينكم، من هنا هذا الإسلام اللي ضمنه وقاتلوا الذين لا يؤمنون. في البداية كان لا إكراه في الدين، ده بعدين سواها لا قاتلوا. طب إزاي حتعيش بين الاثنين؟ طب منيح. هلا شو المشكلة صارت إنه المسلمين كل بمؤتمر بيقول لك لا إحنا الدين الوحيد المتسامح لا إكراه بالدين. طب منيح عزيزي. طب ما هو محمد بيقول لك من بدل دينه فاقتلوه، هنعمل إيه بهاي الآية بهذا الحديث؟ مين الكاذب منكم مين الصادق؟ مش عارفين الجوز عيني بتقول شيء وقلبي بيقول شيء آخر. تعرف الأغنية بتاعت المصرية الحلوة كان لازم نضع التسجيل. طيب منيح. وهنا المشكلة إنه قتل المرتد مو فقط كلام، وضعوا في قانون، جميع وزراء العدل العرب وافقوا على قانون بيقول لك الجامعة العربية، يعني وإيه بتكلم على الجامعة العربية؟ طب لا معناته ليه بتحط قانون؟ ايه معنى بتحط قانون؟ ما تحذفه اذا انت بدكش تعطيه ليه معنى، ليه انت بتحطه؟ ليه بتحطه على موقع الجامعه العربيه؟ تضحك على الناس ولا شو؟ لانه هذا موافق الشريعه الاسلاميه. فالماده 162 بتقول المرتد هو المسلم الراجع عن دين الاسلام ذكرا كان ام انثى بقول صريح او فعل قاطع الدلاله او سب الله او رسله او الدين الاسلامي او حرف القران عن قصد. الماده 163 يعاقب المرتد بالاعدام اذا ثبت تعمده وصر بعد استتابته ومهل 3 ايام. يا اخي قبل شوي كنت تقول لي لا يكره في الدين، هلا عايز تقتله؟ شو القصه؟ التحول الغريب العجيب عندك، ايه الله انت نسيت ولا شو؟ قل ان كنت كذوبا فكن ذكورا. تذكر على كل شيء حكيت قبل شوي كنت تقول لك لا في الدين، وهلا جاي تقول بدك تقتله؟ ازاي كيف حتوفق بين الاثنين؟ إيه تتحقق توبته توبته بالعدول عما كفر به ولا تقبل توبة من تكررت ردته أكثر من مرتين. طيب تعتبر جميع تصرفات المرتد بعد ردته باطلة بطلانا مطلقا، وتؤول الأموال التي كسبها لهذه التصرفات لخزينة الدولة. طيب هنا تناقض واضح، بتقول لي إنه الإسلام دين متسامح لا إكراه بالدين، طبعا راس والعين والله مصدقينك. طب وماله هذا القانون؟ من وين جايب لي يا أخي؟ هل أنت استلهمت الشريعة الأوذية بهذا؟
من عند الجيران جايبوه. من وين؟ من دخلتك ولا شو؟ وزراء العدل العرب يعني جابوا من عندهم، كل منو جابوا بجيب، تفضلوا هاي جدتي جابت لنا اياه. لا ما ينفع هيك، ما ي... وحتى مش شعرين انه في تناقض، بيقول لك لا اكره بالدين وبنفس الوقت بيقول لك لا نقتله. ولك يا عمي اعقل شوي، اعقل شوي، عندك مرض ال الزهايمر. الزهايمر الزهايمر الزهايمر. ايه طيب، طب منيح. بدك قياسة خمر من المعتقات يعني حتى. ايوه عفار عليك، نشرب على صحتك على فكره. هاي هاي لازم نعترف انه حريه العقيده، حريه العقيده خلقت مشاكل لجميع الأديان. ما في دين، رجال الدين بدون تجار، هم تجار دين. هلأ ما بحب إنه تروح تشتري من عند جارك، هو كله لازم تشتري من عنده. يا أخي مش عجبتني بضاعتك، لا مجبور، بتدور عند جارك ما بينفعش، إذا بتترك من عندي بتقتل يا أخي. لا هي القصة إيه، فأنجبروا وثيقة حقوق الإنسان، وضعوا هذه المادة في وثيقة حقوق الإنسان. شو بتقول؟ بكرهها؟ عشان نفهم هاي المادة. المادة الثانية الفقرة الأولى، لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي إلى آخره. ثم الآية 18، لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة شعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا أم مع الجماعة. هدول الدول الإسلامية اللي كانت قاعدة في الأمم المتحدة سمعت إنه يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته وعقيدته، انجنوا، قاموا القيامة على رأس الأمم المتحدة. إزاي تغير دينه؟ ممنوع يغير دينه عندنا في الأمم في الإسلام. أخي قبل شوي كنت تقول لا إكراه في الدين، أنت زعلان ليه بقى؟ أنت زعلان ليه؟ إذا أنت بتقول إنه دينك متسامح، ليه تحتاج على المادة 18؟ ليه تحتاج؟ أصدق مين؟ أصدق ديانتك ولا الكلام اللي بتحكيه كلام فارغ لا إكراه بالدين؟ والاحتجاجك ايه القصة؟ فما فيش دولة بالعالم العربي والإسلامي قبلت في المادة 18 لحد اليوم. ما فيش حتى اليوم، ما فيش ولا أي دولة عربية وإسلامية وافقت على المادة 18 من الإعلان العالمي حقوق الإنسان. وبنفس الوقت بيجي في المؤتمر كله نحن لا إكراه في الدين. ولك يا أخي، ولك يا أخي، فهمنا شو القصة. القصة نبينا أنه عندهم حديث المعاريض وعندهم آية التقية وعندهم كل هال إيه، مش عارفين. إحنا ضاعت الطاسة معاهم، هدول ناس كذابين. عيني عينك يا تاجر، عيني عينك يا تاجر، بيجي الصبح بيقول لك لا إكراه بالدين لما تقول له حرية العقيدة تشمل الحق في ترك الدين، لا يقتل. وكي أخي ارجع لعقلك، قبل دقيقتين شو كنت تقول؟ لا إكراه بالدين، وهلا لا يقتل. طب كيف توافق معه؟ لا يقتل. وكي أخي تذكر قبل دقيقة شو قلت؟ لا إكراه بالدين. طيب وبعدين؟ يقتل. طب إزاي يقتل؟ طب إيه القصة بتاعتك؟ فهمنا، فهمنا. أنت بتحكي صيني ولا شو؟ أنت فهمان اللي بتحكيه؟ مهستر ولا شو؟ قليلين دين، هذول الناس بلا دين، هذول الناس بلا دين، يناقضوا نفسهم بنفسهم في ضمن دقيقة واحدة، في ضمن دقيقة. كما قلت تجار دين وخايفين على بضاعتهم تكسد، هي القصة، وبعدين يخسروا كل شيء وما يتعمر بيتهم يعني. هلا القرضاوي بذاته في شريط له مسجل قال لو تركوا الردة لما كان هناك إسلام، لكان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. يعني شريط، شريط موجود، وأعطيكم الرابط ممكن تروح تشوفوه. واستشهد إيه بالآية، آية قرآنية مشان يثبت إنه اللي غير دينه يقتله. شو
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أخي شو دخل هذا؟ هذا بحارب بس هذا بده يغير دينه، بده يصير ملحد، ماله؟ لا هذا حرب لله. طب يعني إيه يقتل؟ طب ما داعش تعمل إيه بالحالة هاي؟ إيه الفرق بينك وبين داعش آخر الأمر؟ نبينا بصراحة أنا بفكر نعمل حلقة خاصة عن الردة، لأنه كتير مهمة مسألة الردة. انا كتبت كتاب كامل عن الردي، كتبت كتاب كامل عن الردي ابني تمام. الحاصله. ايه الحاصله، هلا انا شفت 75 تفسير، لان شفت تناقض، قلت يا ناس ايه الحكي ده؟ الصبح بيقولوا شيء، بعد دقيقتين بيقولوا شيء اخر، بعدين تفهم يا اخي. ايه هل العرب لدرجة هاي أغبياء إنه بناقضوا نفسهم بين الدقيقة والثانية؟ فأنا أعطيك، مش هطول، هو كل التفاسير موجودة في الكتاب، 75 نص تفسير حرفيا منقول في الكتاب مع مصادره، تقدر ترجع له، والكتاب مجانا، ما تقدرش تقول لي لا أنت بتخترع، لا ده موجود. طيب إيه بيقول؟ اختصار ال 75 تفسير، مش هنقدر نعرف نقرا ال 75 تفسير في الحلقه هاي، لكن هعطيك الاختصار. لا تسامح مع عبده الاوثان لانهم ليسوا اهل كتاب منزل، فهم مخيرون فقط بين الاسلام والسيف، مع ما يتبع ذلك من سبي نسائهم واسترقاق اطفالهم وسلب اموالهم. ويطلق عليهم عامه صفه المشركين، أي يشركون مع الله آلهة أخرى. يعني إذا واحد يقول أنا مشرك، ما فيش لك لا إكراه في الدين، لا لا إكراه في الدين، ما لهاش دخل بيك أنت، حق إما تسلم وإما يقطعوا لك راسك باسمه نساك وياخدوا أموالك وغيره وغيرات ويسترقوك، فاهم علي؟ يعني إكراه في الدين ما بتدخلش في المجموعة هاي. الوثنيين هذول ما لهم مش لا إكراه في الدين، اوكي؟ هذا اول شيء، الوثنيين يترك، هذول ما لهم مش يقدرش يقول لا إكراه في الدين. اخي القرآن بيقول لا، ما تجيبش سيرتها، هذا مش ليكم، مش ليكم. ولهيك المعامله مع اليزيديين، اليزيديين قالوا انتم مش اهل الكتاب، ولهيك عملوهم، قالوا طب إكراه في الدين ايه تعمل لا إكراه في الدين؟ لا ده مش ليهم، ده ولا لمين؟ ولا لمين بقى؟ لا ازاي؟ طيب هلا اهل الكتاب، اهل الكتاب اليهود والنصارى، اليهود والنصارى مخيرين، اعطوهم ثلاث خيارات، يا اما تسلم، يا اما تدفع الجزيه وهم صاغرون ويخضعوا لقوانين تنتقص حقوقهم، او تقتل. يعني اذا ترفض تسلم، إذا ترفض تدفع الجزية تقتل وتسبى نساك و و و و و. طب وين أخي حرية العقيدة بهاي الشغلة هاي؟ لا هذا لا، إذا بيدفعوا الجزية وهم مصغرون وبيخضعوا لقوانين تنقص حقوقهم، ده لهم لا إكراه بالدين، أوكي. أما إنهم يقولوا لا أنا مش عايز أدخل الإسلام، مش عايز أدفع الجزية، لا قطع راس. طيب الوثنيون الذين يتحولون اليهود، هلا مثلا انت وثني يا اخي، يا اخي يا اخي جان، وانت يقول لك اهو اليهود بعد اليهود والنصارى، هذول اليهود والنصارى بنسمح لهم يدفع الجزيه، بنقتلهم مش. طب بقول انا خلاص بدي اصير يهودي او نصراني وخلاص. لا 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 لا، لن تقبل منك، ما بحكلكش تروح تصير مسيحي او يهودي، مشان ما يقطعوش راسك، تعامل معاملة الوثنيين. حتى لو صرت مسيحي أو يهودي وأنت أصلك وثني، الخيار الوحيد اللي لك هلا اليزيديين، لو قالوا احنا خلاص هنصير مسيحيين ما ينفعش إلا تصير مسلم، فاهم علي؟ هي هلا الوثنيين وإذا هم الخيار ليهم بين الإسلام والسيف، مع ما يتبع ذلك من سبي نسائهم واسترقاق أطفالهم وسلب أموالهم. السبايا وأسر اليهود والنصارى والذين تم استرقاقهم لا يفرض على، مثلا انت اخي مسيحي وقعت اسير مع المسلمين،
انت نصراني، اوكي، مش هيجبروك تصير مسلم، اوكي، فاهم علي؟ لا، مش هيجبروك، لكن اذا انت كنت وثني، لا، ما في مجبور. هلا اذا انت كنت صابئي ومجوسي، المجوسي والصابئيين يعني شبهوهم بالمسيحيين واليهود، لكن المسلم ممنوع له يتزوج مرأة صابئة أو مجوسية، وممنوع يأكل أكلهم ذبيحتهم. فقال لهم هدول ما لهمش خيار. يعني إذا أنت مثلا أنت صابئ يا أخي، وقعت أسير عندي أنا المسلم، ما أقدرش أتجوز بنسوانك، ما أقدرش أكل أكلك، فهعمل إيه؟ حاجبرك تصير مسلم، مش أنا أعرف أتزوج مع نسوانك، مش أنا أعرف أكل أكلك وذبيحتك. فالصابئي، طب تقول يا أخي لا أكره بالدين، لا، ملهاش دخل فيه. الله، أنت فهمنا بقى إيه القصة، فاهم علي؟ خلاص بقى. طيب، فهلا أطفال الأسرى يفرض عليهم الإسلام فرض. هلا أولاد المسيحيين واليهود اللي بيقعوا أسرى عند الدولة الإسلامية بالجيش الإسلامي، يفرض عليهم الإسلام فرضا، لأنه بيقول وإلا بروحوا يدخلوا الدين الغلط، فاهم علي؟ طيب، هلا كلمة إكراه تعني عامة الإكراه الجسدي أو بصورة أدق القتل، أما أنواع الإكراه الأخرى مثلا ياخذ مالك أو يمنعك بكثير من حقوقك، ده مش معتبر إكراه. هم يشددوا عليك علشان يذلوك علشان تصير مسلم، هذا لا يعتبر إكراه. الإكراه هو حط السيف على رقبتك وقطعوا لك راسك، بس هذا هو معنى كلمة الإكراه. أما أنواع الإكراه الأخرى لا تعتبر إكراه. هلا ما فيش ولا مفسر اعتبر لا إكراه في الدين تعني إنه المسلم يترك ديانته. إذا واحد مسلم قال أنا لا إكراه في الدين، عايز أترك الإسلام، يقولوا لا، ده مش إلك. لا إكراه في الدين، لا، أنت مسلم بتضلك مسلم. أخي أنا ما اخترت الإسلام، أبويا وأمي مسلمين وأنا صرت مسلم، وبعدين ما بدي أصير مسلم، لا، مجبور. يا أخي لا إكراه في الدين، لا، ما ينفعش ده، ما تقدرش تعتمد على الآية لا إكراه في الدين، لا، ما بينفعش، ما بينفعش. يعني هذه الآية لا تنطبق على المسلمين. المسلم الذي يريد أن يترك الإسلام، هلا أنت شفت شيوخ الأزهر قالوا الملحدون يجب قتلهم في ساحة التحرير، قطع رؤوسهم. أخي، لا إكراه بالدين تعمل فيها شو؟ لا، والصحافة نشرته، والأزهر لم يكذب، والمدعي العام لم يلاحق. المدعي العام ما رفعش عليهم شكوى، فاهم علي؟ معناته إيه؟ فين كلمة لا إكراه بالدين؟ مش عايز أخي، لا، يجب أن يقتل. هلا في البهائيين هذول مش أهل الكتاب. طب في فتاوى من الأزهر بيقول إيه؟ يجب أن يمحوا عن وجه الأرض، يجب أن تمحي البهائيين عن وجه الأرض. طب قبل شوي كنت تقول لي لا إكراه بالدين وإحنا الدين متسامح، طب هذا كتاب صادر عن الازهر، وشيخ الازهر بروح بيكذب في البرلمان الالماني بيقول له احنا عندنا تسامح. طب اخي، والكتاب اللي انت ناشره عملت فيه ايه؟ وديته على تمسح فيه مؤخرتك في بيت الميه ولا ايه؟ والكتاب موجود وعلى الانترنت ومكتوب انه البهائيين يقتلون، يجب ان تفني البهائيين عن وجه الارض. طب ايه بقى؟ تعمل فيهم ايه؟ وحتى مثلا تقول انت واحد شعراوي بيقولوا له طب واحد مسلم مش عايز يصلي، بيقول لك لا اكراه بالدين، كله لا، هذا لا ينطبق عليك. اذا انت مسلم يجب ان تخضع لقواعد الاسلام، واذا رفضت تعاقب. تعرف اللي ما يرفض الصلاه يقتل، احنا سمعناها البارح، القوانين الاسلاميه حتى الموريتانيه نصت عليه حرفيا، فاهم علي؟ اوكي. والسعودية تقول إنه الحكومة يجب أن تفصل الناس عن عملهم إذا رفضوا الصلاة. طب لا إكراه بالدين هتعمل فيه إيه؟ لا، ده ما بخصهمش. طب آخر الأمر بتخص مين؟ وضح لنا الأمر. طيب،
في ناس بيقول لك لا احنا ما تقدرش تتهمنا انه الاسلام انتشر بالسيف، احنا كل اللي عملناه هو دفاعا او لحماية حق المسلمين في التبشير. طب هل المسيح يحق له يبشر؟ لا. طب ما بتقول لي لا يكره بالدين؟ لا، لا ينطبق عليه اخي، لا ينطبق عليه. طيب اطفالك اخي، اخي انت جان اصلك مسلم منيح، خلاص هدول بيقول لا يكره بالدين مش عايز اصير مسلم، لا ما بمشيش عليهم، ما بمشيش عليهم برضه. هلا بيقول لك ايه، كل مسلم كل انسان عاقل يجب ان يدخل الاسلام لانه الاسلام هو الوحيد اللي يوافق العقل، لكن حنترك لك الحريه لانه مش عايزين نجبرك، لكن ان كنت وثني تقتل. ولك يا اخي فهمنا. بيقول لك انه الاسلام ده دين الحقيقه واحنا مش عايزين نفرض على الناس الاسلام، فمش مجبور تدخل، لا اصلا لازم تدخل، بس احنا هنعطيك فرصه تدخل يعني بالراحه هتدخل، لكن ان وثني، فواحد مفسر حديث بيقول لك الوثنيون يجب ان يفنوا عن وجه الارض. طب اخي بتقول لي قبل دقيقتين لا يكره بالدين. وين رحت فيها؟ لزينة دكتور، لزينة مثل ما قلت، يعني لزينة فقط حيطينا بشان يضحك، يعني يضحكوا على الناس، يضحكوا على الناس، يعني آية لا إكراه بالدين انكحها واشرب ميتها. انكحها واشرب مي، يعني ضحك، ضحك على الناس. طيب هلا هم بقول لك انه المفسر المعاصر يعتبرون الاسلام اول دين والدين الوحيد الذي يعترف بمبدا لا اكراه في الدين الذي يعتبرونه مساويا لمبدا حريه الاعتقاد، كل هذا حريه الاعتقاد. طب ما كل الكلام اللي حكيناه وين راح؟ لا هذول بيجيبوا، لا لا هذا حريه اعتقاد. اخي انت قرات ولا ما قرات؟ انت فهمت ولا ما فهمت؟ احنا بنحكي صيني ولا لا؟ ولا بنحكي عربي؟ هل هذا لسان عربي مبين ام لا؟ فاهم ولا مش فاهم؟ حيواني مبين. ايه ما فيش فائده، ما فيش فائده، ولسه بيقول لك لا مشابه 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 لحرية العقيده. اخي اما بتضحك علينا او بتضحك على نفسك. صحيح. بس هو ما يقدرش يناقض، ما هو واقع بين نارين. في لا يكره بالدين منيح، قال يعني غلطة من الله، هاي من الله غلطة، من الله جابها منيح، والغلطة الثانية انه قال لا يقتلون، حنعمل ايه؟ يا اخي لا يكره بالدين انه يقتلون، تبعهم على قدر استطاعتك. كل عند العرب صابون. يا اخي استحي على حالك، استحي على حالك، خلي عندك شوية دم، خلي عندك شوية دم، كل فهمني اقعد، احنا يقولوا عندنا اقعد عوج واحكي عدل، اقعد عوج واحكي عدل، او يعني انا بيني وبينك تعال على الكرسي وتجيب عصا، قول الحقيقة الان، كفاية كذب على الناس، دق على راسه عصي، احكي الحكي، هو في اكراه دين ولا حرية عقيدة؟ فهمني، فهمني شو القصة. طيب منيح، هلا كل الكلام هذا كل صحيح انه ممكن تقول يعني هي اصبحت حريه الاعتقاد مختصره في شيء واحد، انه اذا كنت اهل كتاب ودفعت الجزيه وتنازلت عن حقوقك تبقى على دينك، هذا الشيء الوحيد المسموح به، يعني اذا كنت اهل كتاب ودفعت جزيه وانتم صاغرون وتنازلت عن حقوقك ما تطالبش بحقوق، خلاص لك الحق تبقى على دينك، مش حنفرض عليك بالقتل. اما الباقين لا، كل الامور الاخرى الوثني ممنوع، المسلم اللي غير دينه ممنوع، اولادك اللي مش عايزين نسيبكم مسلمين ممنوع. طب بعدين ايه؟ طيب لهيك هم مثلا المسلمين ابادوا 80 مليون هندوسي، أبادوا 80 مليون هندوسي لأنه هدول مش أهل كتاب. طب فين عملت بمبدأ لا إكراه بالدين؟ لا الإكراه بالدين لا 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 ينطبق على الوثنيين. أوكي أخي. شو الخبيصة بتاعتك؟ شو الخبيصة بتاعتك؟ شو الكذب بتاعتك؟ منيح. هلا
مثل ما قلت لك، يعني الإكراه بالدين له معنى محدد جدا، محدد جدا وناقص جدا، وهذا مخالف لجميع مواثيق حقوق الإنسان والقوانين، حتى مخالف للدستور المصري. نقول بصراحة مخالف للدستور المصري، لأن الدستور المصري بيقول حرية العقيدة مكفولة. لا، الشريعة الإسلامية لا، وفي مصر، في مصر لا تطبق، لا يطبق الدستور، فقط للزينة، فقط للزينة. نبينا بصراحة الدساتير العربية صايرة مثل القرآن، فيها ناسخ ومنسوخ يعني. ايه، ولا بعدين هو كله كذب بكذب، كله كذب بكذب. هلا لو احنا اخذنا مثلا مثال لسويسرا، ناخذ المثال السويسري، هل هم بيقول لك الشريعة الإسلامية لا تخالف حقوق الإنسان؟ لا، بل هي أفضل من حقوق الإنسان. طب بدي أحكي لك شيء، بدي أحكي لك شيء، القانون السويسري هذا مخالف للقانون السويسري، لأن القانون السويسري يرفض أي تفريق بين أهل الكتاب ومن هو ليس أهل الكتاب. عند المسلمين الأساس هو أنت أهل الكتاب يسمح لك في حدود معينة، أنت مش أهل الكتاب تقتل أو تصير مسلم. طب هذا مخالف للقانون السويسري 100%. يعني الدين الإسلامي أصبح دين إجرامي مخالف للقانون السويسري، يجب أن يمنع الدين الإسلامي لأنه هنا مخالف لمبدأ الدستوري، لأنه الدين الإسلامي يفرق ما بين المسلم وغير المسلم. طيب، يرفض كل إكراه وكل تمييز مبني على الانتماء الديني إن كان هذا التمييز مادي أو عائلي أو متعلق بالميراث والإجراءات، خاصة الشهادة والعقوبات. طب الشريعة الإسلامية تخالف الدستور، معناته الشريعة الإسلامية، الإسلام مخالف للدستور السويسري، يجب أن يمنع، يجب أن يمنع الدين الإسلامي في سويسرا لأنه مخالف للدستور السويسري. هلا القانون السويسري بيعطي لكل شخص الحق في تغيير دينه بعمر 16 سنة، مكتوب في الدستور، في الدستور السويسري مكتوب كل شخص بعمر 16 سنة يحق له أن يغير دينه. طب الإسلام يرفض ذلك، إذن الإسلام، الإسلام مخالف للدستور السويسري، إذن يجب منع الإسلام ما دام أنه مخالف الدستور. طيب الدستور السويسري يعطي لكل شخص الحق في الانتماء أو عدم الانتماء لأي دين كان، الإسلام يمنع ذلك، فمعناته هو مخالف للدستور السويسري، ولذلك الإسلام دين إجرامي ويجب أن يمنع. وهذه نفس نفس الأحكام موجودة في الوثائق الدولية، يعني الإسلام دين مخالف للوثائق العالمية لحقوق الإنسان ومخالف للدستور السويسري. نبينا ولذلك، ولذلك يجب على الأمم المتحدة أن تمنع الإسلام، يجب أن تدين الإسلام بأنه دين إجرامي لأنه لا يعترف بالمادة 18 من وثيقة حقوق الإنسان. فكل الدول العربية والإسلامية يجب أن ترميهم من خارج الأمم، خارج الأمم المتحدة، لأنه هذه دول إجرامية. إزاي تقبل أعضاء عندك هم كلهم حرامية وسرسرية، كلهم مجرمين؟ لا، هدول، هدول بدهم يطبقوا قوانين لحد اليوم يطبقوا قوانين مخالفة للمادة 18 من الدستور، من وثيقة حقوق الإنسان، إزاي تقبلهم؟ فأنا إيه بطالب بيه؟ إنه المسلمين يكفوا عن الكذب ويشربوا كاسة خمر على صحتي وعلى صحتك، علشان يفلت لسانهم ويرجع لهم عقلهم. على الله يرجع عقلهم، على الله يرجع عقلهم. نتمنى دكتور يرجع. أنا هوقف هنا، والكتاب إخواني تحت تصرفكم مجانا، إذا عايزين تشتروه والله أنا شاكر، ها؟ والله أنا شاكر، بس مو فلوسكم مش محتاجها، خليه لكم اياها او استفيدوا منها، اطعموا اولادكم واطعموا الفقير والمحتاج، اعطوا المبلغ اللي ثمن الكتاب لواحد فقير تبرعوا فيه لخير، او اعملوا فيه مصنع او شغله عامله. بس ارجعوا لعقلكم واقرأوا الكتاب، هو مجان تحت تصرفكم اهو. تفضل اذا في اسئله بنرد عليها اخي. أكيد. أنا أصدقائي راح أفتح السكايب حالاً، وفي عنا بعض تعليق جتنا من على اليوتيوب. في
بس دقيقة لأنه شوي معلق الكمبيوتر عندي، علق. أنا آسف كتير على ال تجي المشكلة وقت اللي بدنا إياه. تفضل، ما تهتمش. يلا دقيقة. انا اجاني تعليق على انا نشرت مقال في الحوار المتمدن، وضعت الرابط تحت. كان عنوانه اعطيك العنوان. كان عنوانه، أخذت العنوان، ايوه، أخذت العنوان. العنوان موجود، هو لا اكراه في الدين، دعاية اسلامية كاذبة. دعاية صحيح. اسلامية كاذبة. واجعلي عدة تعاليق، انا في منها مش عايز اقرا. في الأخت سهى بتقول هذه الحلقة كان يجب أن تسجل باللغة الفرنسية، لأن لا إكراه في الدين هي الوسيلة التي يستخدمها المسلم لكي يبرر وجود الإسلام في أوروبا كدين وليس كعقيدة إقصائية فاشية وشمولية، وبالأخص فرنسا وبلجيكا. ويا ريت أستاذ سامي أن تعمل محاضرة أو فيديو خاص باللغة الفرنسية حول هذا الموضوع. شو بتقول؟ ايوه، اولا انا اكثر كتاباتي بالفرنسيه، وفي الواقع يعني نسيت شوي اخوتي العرب، فلهي قررت اني اعمل مقالاتي في الحوار المتمدن باللغه العربيه، وترجمت هذا الكتاب. وهذا الكتاب اولا صدر بالفرنسيه، وهو ايضا مجاني، مثل كذلك كتاب الفاتحه وثقافه الكراهيه، صدر بالفرنسي والانجليزي والالماني ثم بالعربي، وكله مجاني. وعندي بعض الحلقات مسجلة بالفرنسية أو بلغات أخرى، ممكن واحد يرجع لها، لكن بده وقت. وأنا أفضل الآن إني أتكلم لإخوة العرب. أنا في الواقع يعني يأسن من الغربيين. أنا يأسن من الغربيين، والغربيين عندهم مصالحهم الخاصة. الأستاذ الجامعي عايز يقضي معاش آخر الشهر، السياسي عايز يكسب المعركة السياسية، التاجر عايز يكسب فلوس، الفيلسوف ما عادش عنده فلسفة ولا حكي فارغ. فهدول ما اقدرش نركن عليهم. اللي ياكل العصير مش مثل اللي بعد فيها، احنا بناكل عصير. فالتغيير لازم من عندنا، لا يحك جلدك الا ظفرك. ما نقدرش نركن على الغربيين. احنا بذاتنا يجب ان نغير الوضع. واظن انه خلاص العالم العربي الاسلامي بايده، واسلوب الوحيد هو الالحاد. هو الالحاد، لانه يدخل المسيحيه الديانه صعبه، يدخل اليهوديه عندهم مشاكل مع اليهود. الطريق الوحيد انهم يلحد، يعني كلكم صيروا ملحدين على رايي. ولهيك انا بشجع البرامج تاعكم بصراحه، كلكم صيروا ملحدين. احسن شيء، لانه شو تتبعوا دين اجرامي مثل اللي حكيت لكم عنه؟ باي معنى هذا؟ انا في واحد، والله واحد مسلم قعدت معاه بيقول لي صار مسيحي، قلت له شو جننك؟ شو جننك؟ انا ما بهمني، ان شاء الله بتعبد الكرد، بتصير مسيحي تصير مسيحي. بس بدولنا العربيه ربما اسهل، ناس بيقولوا لي لا، لانه المسلمين ما بحبوش الفراغ. لا، بس استعمل عقلك. ليه فراغ؟ ليه فراغ؟ مش ضرورة هو مو فراغ. الحرب ليس فراغا، بالعكس الحرب هي بالعكس، هم الوحيدين اللي بفكروا الملحدين. فيعني أنا بقول استعمل عقلك. هذا الكتاب هو دواء لمن غيب عقله. هذا الكتاب وطبعة العربية للقرآن دواء لمن غيب عقله مدة 14 قرن، وهو مجانا أخواني. أنا أقعد أبشر بالفرنسيين، والله انا رحت جننتهم بباريس، سبيت عليهم مسبات الله الفرنسيين، قلت لهم انتوا ناقصكم رجوله، شو الفائده تاعتكم؟ شو الحكي؟ براس السنه المسلمين بيحرقوا 800 سياره براس السنه عندكم، وما بتعملوا ولا شيء. قال شو اللي نعمل؟ قلت له ولو شو يعني؟ خليهم يعملوا مثل هيك؟ شو الحكي هذا؟ طيب، لا، انا قاطع الالمان بالغربيين. ان شاء الله بيسبوا نسوانهم باخر الامر. يعني مثل ما تقول ما بتالم يعني لها. بس الغربيين مغيبين، وانا اللي خاف منه انه بكره لما يوعوا على الامر ينزلوا بحرب اهليه.
فأنا عايز التغيير يجي من داخل بلادنا العربية والإسلامية، والتغيير لن يأتي إلا عن طريق الإلحاد، لأن المسلمين مقطوع فيهم الأمل. فاطمة ناعوت، حلو، انتقضت الذبائح، حطها سجن. صاحبنا اسلام البحيري انتقض ما اعرف شو، حطوه سجن. شو الامل هذول فيهم؟ ولا حد منهم مسترجي ينتقد القران؟ ما هذا راس الافعى اخي، راس الافعى يجب ان تدقه. لهيك انا بكرس حلقات عن ايات مشكله، مشان الناس يفهموا انه ما يضحكوا عليكم، ما يضحكوا عليكم، هدول آيات مشكلة الجد لها حل. لو المسلمين اليوم بعترفوا بحرية العقيدة، ما بظل في الإسلام إلا المغيبين ورجال الدين، إلا المجانين ورجال الدين فقط، ولا كل الناس بتركوه، كل الناس بتركوه. إيه، تفضل. بالضبط بالضبط نبينا، لولا مثل ما قال القرضاوي، لولا حد الردة ما بقى إسلام. أعطانا اتصال من الأخ جانو. أخي جانو تفضل. تحياتي لك حبيبي جان، ولنبينا سامي أستاذنا الكبير، بنزل القبعة لأستاذنا الكبير سامي الديب. طبعا الموضوع كل شيء، بس أحب أشارككم، وعندي طلب أنه الحلقة الجاية تكون على إسلام حضارة أم لا، وتكون أستاذنا الكبير سامي الديب يجاوب على تكون اسم هذه المحاضرة. اوكي. اخي انا حجاوب عليك، اشكرك على الكلام اللطيف، هذا من لطفك فعلا. في الواقع احنا يعني قررت مع النبي جان انه نكرس حلقات عن الكتب اللي انا نشرتها، علشان مثل اول الحلقه السابقه كان عن الفاتحه، الان عن الاكراه في الدين، الحلقه القادمه باذن الله حيكون عن الجهاد، ثم عن الزكاة، ثم عن الولاء والبراء، علشان نمس الأساس. الشجرة علشان تقلعها لازم تمسكها من جذورها، واحنا نمس جذور الأمر. هذه آيات قرآنية، ما في حد في حضارة ولا ما في حضارة، صحيح مهم يعني لا أنكر ذلك، لكن احنا لازم نخلع الشجرة من شروشها. مشكلة الدول العربية، المفكرين العرب المسلمين اللي ما بيمسكوا الأمور من جذورها. فإحنا هنا يجب، أنت عايز تنسف بيت، فتحط ليش حط ليش القنبلة بس تحت السقف؟ لا، لازم تحطه في الأساسات. فإحنا بنحط هلأ قنبلة في أساسات الدين الإسلامي، أي في القرآن. فإذا انهار القرآن انهار الإسلام، انهار الإسلام، وده لمصلحة المسلمين أصلا. المسلمين فكروا أنا ببغضهم، لا بالعكس، هم أخواننا، وهم أول ضحايا، وإحنا وياهم نفس الباخرة، يعني للأسف نفس القارب، وقاعدين بنغرب نغرق نغرق نغرق. بس هاي أنا أفضل الآن نكرس بعض الحلقات عن آيات مشكلة، حتى نتدبر القرآن، حتى مثل ما قال أحمد حركان، أنا تركت الإسلام عندما بدأت أتدبر القرآن، وكان حفظ القرآن ما فاته شيء، لما بدأ يتذوق بعض الآيات القرآنية قال شو الغباء. فهم علي؟ فإحنا يعني كل باب له مفتاح، إحنا بناخذ المفتاح، بنفتح. معجبك الآية لا يكرهها بالدين، شوف كل الكذب اللي بكذبوا عليك، هدول كلهم كتب تفسير مو من عندي، تفضل شوف. معجبك الحكي هذا، كل الكذب اللي بكذبوا عليك راح عليك. ايه والله اخر الامر بعز عليك نفسك، كل شو ضحك علي، شو استهبلوني ولا شو استهبلوني الشيوخ هذولا، شو الحكي على امهم على ابوهم، بطلت. حلوا عني. فلازم يعني نفهم بعض الايات المفتاحيه، الايات اللي تفتح الامور، وهو هذا هو الاساس. واحنا ممكن احنا تكلمنا مثلا عن صاحبنا محمود محمد طه، لانه بمس بالقران، ما في عندي مال اتكلم عن حضاره ام لا، وحقيقه انا ليس تخصصي بهذاك المجال، وارى انه اهم نتصدى للنص القراني لانه هو الاساس، مما للفروع.
للفروع. احنا ممكن نقول عدم المساواة بين الرجل والمرأة، بس هذا فروع. احنا يجب ان نمس اساساته. اساساته من وين جاي عدم المساواة؟ من القرآن. ايه الآية بتقول؟ نشرحها ونشوف المشاكل اللي فيها. علي كويس، تفضل. بالضبط، انا كمان عندي كلمة للاخ جانو. يعني لو الاسلام فيه حضارة، كان شفنا الحضارة بالسعودية، يعني بمكة والمدينة. يعني هلا مثلا الرومان عندهم واضح حضارتهم، اليونانيين واضحة حضارتهم بمعالمهم التاريخية بهالاشياء. شوفي عند المسلمين، يعني مكة والمدينة منبع الاسلام، ما في شيء غير هالكعبة هي بالحجر وام زينوها، يعني فما اظن في حضارة. طيب معنا اتصال من الاخ احمد كارل. احمد تفضل. اخي احمد مساء الخير عليكم وعلى نبينا كان. مساء الخيرات. طبعا كان عندي ثلاثة اسئله، انا ما اتذكر، بس بحكم الحلقه ذكر نبينا جان انه في الماده 18 في حقوق الانسان انه حريه اختيار الدين، انه اغلب الدول العربيه ما وافقت على هذا، كان عندها اعتراض. بس انا اعتقد انه في بعض الدول العربيه قانونها مدني، يعني انا ما اعتقد مو ديني. ايه مثل تفضل كمل. ايه انا بدي اجاوب على هذه النقطه. الدساتير كلها دول، يعني كثير من الدول العربيه الدساتير تاعها بتقول حريه العقيده مكفوله، لكن في الواقع هذا فقط حبر على ورق، بس ما في ولا اي دوله عربيه وافقت على الماده 18، مش اكثريتها. لا توجد ولا اي دوله عربيه واسلاميه توافق على الماده 18، وبرهان ذلك انه كل وزراء العدل العرب وافقوا على القانون الجزائي العربي اللي ذكرته، اللي بيقول اللي غير دينه اللي بيترك الاسلام يقتل، ومنشور على موقع الجامعه العربيه. شو بدك اكثر تصريح من هيك؟ مش هذا برهان انهم مش رافضين الماده 18؟ هذا برهان. هلا مجلس علماء المغرب اللي برأسه الملك صاحبنا امير المؤمنين قال من يغير دينه يقتل، من يترك الاسلام يقتل. طب فين هذا؟ فين الماده 18 اللي عمل فيه؟ مصر بشيوخ الازهر قالوا بصراحه يجب ان يمسك كل الملحدين ويقتلون في ساحه التحرير. طب وين الماده 18؟ لا امضاء وافقوا ولا قانونا وافقوا ولا فعلا وافقوا. ما فيش. فرجيني أي دولة عربية أو إسلامية تقبل بتغيير الدين، فرجيني. هي أنا مستعد ولا مستعد أغير كل رأيي؟ ما في ولا واحد. لا المغرب ولا السعودية، يعني من اللي ولا تونس ولا الأردن ولا أي دولة عربية، ولا ما فيش ولا أي دولة عربية تسمح بحرية إنه واحد يغير دين. ما في. إيه شو أعمل لك أنا؟ يعني أنا مو بخاطري، أنا عملي إنه يقبلوا، بس يعني الأسر مو قابلين. وصدقني اليوم اللي بيقبلوا بيه مش حيظل واحد مسلم، ما ظلش حد مسلم إلا هذول تجار الدين الحرامية. تفضل أخي أحمد، إذا في عندك أي أسئلة ثانية. كان عندي إنه ذكر مثال عميد الأدب العربي بس نسيت اسمه. طه حسين. طه حسين. بس كان عندي اتصال، لماذا لم يذكر في كتابه أبو العلاء المعري؟ لأن كان عنده استفسارات وتساؤلات عن القرآن كثيرة. صحيح، هو أبو العلاء طه حسين تعرض في كتابه للشعر الجاهلي فقط، أبو العلاء المعري هو بعد ذلك. فالسؤال المطروح وكتابه لطه حسين موجود على الإنترنت، هو سؤاله يقول فيه هل الشعر الذي ينسب لشعراء الجاهليين هو فعلا منهم أم لا، امرؤ القيس أو غيره غيراته؟ يقول لك لا، هو بشك كثير في هذا الأمر. وأنا ذكرت فقرات من كتابه لطه حسين وحكم عليه أصلا لأسباب لن ندخل فيها هنا، بس هو لم يتعرض لأبو، هو كتب كتاب عن أبو العلاء المعري،
هو كتب كتاب عن ابو العلاء المعرفي، هو مش معروف في الواقع ما هو موقفه لطه حسين. هناك قصيده شعر تنسب له، قد كنت اعبد شيطانا، هناك قصيده تنسب اليه غير معروف. وهناك من يقول حتى انه في اخر حياته انه اصبح مسيحي، هو كان متزوج مع واحده فرنسيه. لا اعرف، لا اقدر الزم لا بهذا ولا ذاك، لكن انا تعرضت لطه حسين فقط في مجال هل الشعر الجاهلي الذي يشابه القران سبق القران ام لا، هل هو شعر حقيقي ام هو شعر منحول. تفضل. طبعا الحال ابو العلاء المعري لا يعلى عليه، ابو العلاء المعري في مجال الدين لا يعلى عليه، اكيد اكيد ابو العلاء المعري. لهيك اول ما دخلوا المعره الاسلاميين اول ما عملوا قطعوا له راسه. بطبيعه الحال ابو المعري ما في حد بيعلى على ابو العلاء المعري، هذا قمه الملحدين والمتنورين، يعني هو من اكبر المفكرين ديني يعني العقلانيين طبيعه الحال. بس طه حسين يعني لم يتعرض لي في كتابه، لا، لكن له كتاب في ذكر ابو العلاء المعري لطه حسين عن ابو العلاء، لان ابو العلاء المعري كان اعمى ضرير، وكذلك ابو العلاء المعري كان ضرير، فضرير كتب عن ضرير طلعت الحال. تفضل. في عندك أي أسئلة تانية يا أحمد؟ كان هو عنده كتاب في سجن أبو العلاء، لكن أنا كنت ليش ما ذكرت أنت في كتابه ضمن المقدمة؟ لكن هسه السؤال الأخير، إنه كلمة المجوس ذكرت في القرآن، إنه ديانة المجوسية دائما في كتب التفسير إنه يردوا النار، لكن هي اصلا الاسم الحقيقي الديانه الزرادشتيه، يقول لك الكهان لا، نحن لا نعبد النار انما نقدسها. كلمه المجوسيه من اين اتت؟ ايوه نعم نعم، هو جاء كلمه المجوس في القران، وعامه اهل الكتاب او ما شبه لاهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وشبه لهم الصابئة وشبه لهم المجوس. والمجوس هو يعني ماج بالفرنسي، او يعني مثل السحراء او مثل هيك، يعني بهذا المعنى، او الحكماء، مش معروف المعنى الحقيقي، لا اعرفه بالواقع. لكن في موضوع اللي لا يكره في الدين، شبهوا لليهود والمسيحيين واعتبروا أهل ذمة، لكن قالوا نحن لا يحق لنا أن نأخذ من نسائهم ولا أن نأكل من ذبائحهم، ولذلك إذا وقعوا معنا أسرى من هؤلاء الطائفتين يفرض عليهم الإسلام، لأنه نريد أن نأخذ نسائهم ونريد أن نأكل أكلهم. طيب نبينا، في عندنا سؤال من الأخ فادي عم بيقول: نبينا، هناك تأويل للعالم أحمد القبقجي يقول فيه قبنجي. أحمد القبقجي القبنجي قراءتي يعني. أحمد القبنجي يقول فيه أن لا إكراه في الدين تعني أنه لا يستطيع أحد أن يجبر شخص آخر على الاعتقاد القلبي بالدين الإسلامي، وأن محمد لم يعني بها عدم جواز إجبار الناس على الإسلام، بل يجب إجبارهم على الإسلام، ولكن لا يمكن إجبارهم على تصديقه في قلوبهم بينهم وبين أنفسهم. فلا أظن فيه كمالة، فلا أحد يعرف ما في القلب الآخر. أكيد أحمد القنبلجي أحييه تحية قلبية، ومن أشجع المفكرين المسلمين الحاليين، يعني أشجع الموجودين حاليا على الساحة، وأقدره، ونشرت له كثير من المقالات وفي كثير من كتاباتي، وذكرته حتى في مقدمة طبعة العربية للقرآن، ذكرت اسمه وأحييه. هو يحاول إعطاء تفسير جديد للدين، وهو في مقولة له بيقول: يجب أن ننزه الله من هذا القرآن، يجب أن ننزه الله من هذا القرآن، وأن لا ننسب هذا القرآن لله.
هذا إحدى مقولاته الشهيرة، وقال إنه حقوق الإنسان أعلى بكثير من كل رسائل الرسل اللي الله أرسلهم، أكثر تقدما منهم من هؤلاء. فهو بيحاول يعني، بس بطبيعة الحال في كتير ناس بيقول لك أوكي حرية الاعتقاد يعني في قلبك، طب ومعناه إيه؟ طب ما أنت مسلم، إذا أنت كنت مسيحي وصرت مسلم يعني بيقول لك لا أنت اسلم بقلبك ما تظهرش، لا فأنت هتروح تبشر بالإسلام. فوثيقة حقوق الإنسان ليس بالقلب فقط، ولكن حتى أن تعلن عن ذلك. حرية العقيدة في المادة 18 ليس فقط في القلب، ولكن أيضا حتى أنك تعلم لكل شخص، نقرأها لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته وعقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء كان ذلك سرا أم مع الجماعة. واضح حرية العقيدة لا إكراه في الدين، أو يا حرية العقيدة تعني داخليا وخارجيا. في مسلمين بيقول لك لا أنت مش عايز تسلم، مش عايز تؤمن بمحمد، بلاش بس ما تقولهاش ده خارجيا، ده مش ده كلام فارغ، ده كلام فارغ، ده ضحك عليكم اللي بيضحكوا على الناس، بيضحكوا على الناس، ده مخالفة مباشرة للمادة 18، وهذا أصلا بفشل كل نظريتهم لما بقول لك لا إكراه بالدين. يعني ده كله كلام فارغ. لك إذا حرية العقيدة لا تعني إنك تعلن عن عقيدتك، ما هتوش معناها. يعني هم بيطالبوا الناس يكذبوا، بيطالبوا الناس يكونوا كذابين. أنا عندي صديقي اللي بيقول لي والله أنا بطلت آمن بالإسلام، بس مجبور أظهر إني أنا مسلم ولا بقتلوني. بروح بصلي معهم ولا بقتلوني، بس هو ما بآمن بالصلاة، بس بظاهر بيعمل ظاهر إنه بيصلي وبتوضى واللي بده إياه، فاهم علي؟ لأنه خايف منهم. طب هو بقلبه مش مؤمن، بقلبه مش مؤمن. يعني هنا بيعلم المراءة والكذب على الذات والكذب على الآخرين. إيه؟ فهدول هم. تفضل. معنا اتصال من الأخ سال، تفضل أخي سال. Good evening. مساء الخير. فراس، أولا أنا أحب ألقي تحية كبيرة للنبي سامي. أنا usually يعني أحييك first. But النبي سامي يعني I have something to share here. تفضل. أنا في عمر مبكر تأكدت أن الله كان غبي ويسيء التصرف والاختيار، لكن صراحة بعدما ترعرعت وتابعت محاضراتك وبرامجك تأكد لي بأن الله شديد الغباء وشديد يعني سوء التصرف والاختيار باختيارك محمد أو والأبناء إبراهيم وكذلك. يعني لو أنا كنت في محل الله لأن اختاريتك أنت النبي الوحيد يا سيد الفاضل. تسلم تسلم تسلم. أنا بجوز يعني الطامة الكبرى أنه في محاضرة واحدة بإمكان المسلم لو يفتح مخه ويفكر، بإمكان المسلم أن يترك هذه القمامة بلحظات. أنا عندي قصة شخصية بهذا الأمر. ابني الكبير يعني لما كان في الإعدادية، طبعا داري ما في أي دين، ما في أي أثر الدين، ممنوع الدين في داري، بس يعني عندهم حرية يتصرفون، بس أنا لا أريدهم أن يكونوا مسلمين. صار في الإعدادية وصار عنده أصدقاء مسلمين، راح معهم يعني مرتين ثلاثة، فقرأ القرآن وقال لي exactly، يعني خلي بالعربي أحكيها، النور حكى لي بابا أهلنا في الشرق الأوسط يصدقون بهذا الخراب بهذه الطريقة. عن جد فقلت له يس حبيبي، وهذا السبب شعوبنا متخلفة جدا. أنا بدي أكون طماع شوي وبدي كم دقيقة أخرى من أخي جان. تفضل أضم صوتي لصوت الأخت اللي حكت على برنامج بالفرنسي.
شوي وبدي اتشرف بحضورك ببرنامج الجديد يا نبي سامي الديب. باللغة الإنجليزية أكون ممنون وبث هون في يعني المصدر الأساس في أمريكا وممكن يعني يروح وولد وايد. هذا يكون شرف كبير ويعني بيك بوست، والرسالة ممكن توصل بالإنجليزي أسرع ولأن اللغة عالمية. أوكي أنا أستغل عفوا بس أعطيني دقيقة. أنا بدي يعني من هذه القناة توجه دعوة لكل من يتكلم الإنجليزية أولا والعربية ثانيا، بس الإنجليزية أولا، بدنا نعمل رسالة للغرب، رجاء بإمكانكم الاتصال في عن طريق هون، عن طريق جان، وعن طريق ساول لينكن أو ساول مانهاتن في برنامج جديد، برنامج جسور، بدي أربط الغرب بالشرق وأعلمهم مين الإسلام. فبليز إذا عندك أي رغبة بالظهور عن طريق جان وعن طريق اتصل فيها. فشكرا لوقتكم وشكرا حبيبي جان. نبي سامي I love you حبيبي I love you، وهي عبارة ملغومة لجان. أولا بدي أجاوب على أخونا الفاضل، صار في صدى، صار في صدى. لا بس رتب الأمر. هلا سامعني؟ أوكي. أولا أشكرك على كلام اللطيف. في الواقع أنا يعني عملت جهد باللغة الفرنسية، كل كتبي أكثريتها صدرت بالفرنسي ومنها صدر بالإنجليزي، وهذه الليلة سأنهي تصليح ترجمة الإنجليزية للقرآن كما أنهيت الترجمة الفرنسية، وسأبعثها لمصلح لغة الأم هي الإنجليزية، وبعدها حيصدر الطبعة الإيطالية ترجمة الإيطالية للقرآن. يعني أنا مشترك الغربيين، بس أنا أملي كبير في أبناء العرب، يعني أنا كثير ناس بتصلوا مية من السعودية ومن غير الدول ومثل حضرتك برضو، وهذا بشجعني إني أقول يعني لا يحك جلدك إلا ظفرك. الغرب أنا بحاول بدرس أوقات في الجامعة، يعني عندي ما زلت أعطي دروس في الجامعة عن الإسلامية. أنا أستاذ أصول الشريعة على فكرة، أنا أستاذ أصول الشريعة، وأول دقيقة أول 10 دقائق بقول لهم إنه موسى طلع عن جبل استلم الوصايا، لا ده كان سكران. على كل الحاصل، بس يعني أنا مشترك الغربيين. هلا كتاب لا إكراه بالدين صدر بالإنجليزية أيضا، صدر والفاتحة صدر بالإنجليزية والألمانية والفرنسية والعربية، يعني من بس تعرف أنا لوحدي، ومشكور الأخ جان ومشكور الأخ إسماعيل إنه بسمعوا صوتي للجميع، وكذلك حاشترك معك بطيبة خاطر في برنامجك الجديد. بس يعني أنا بدي أعطي برضو شوي للعرب، لأنه في ناس لموني أنت بتحكي كتير للغربيين، طب وإحنا مالنا؟ احنا ليش ما بتكلمنا احنا؟ ده احنا مش اخوتك في البشرية، لازم برضو يعني تعطينا شوي من وقتك. فلهيك يعني عملنا تسجيلات اكتر من 70 ساعة مع النبي اسماعيل، 70 ساعة تسجيل، وهي السادس حلقة اظن مع نبينا جان، وسنستمر يعني مش هنقصر. بس اللي ممكن نعمله، وانا بعمل محاضرات في باريس في غير الاماكن، يعني ما بمر شهر حاليا إلا بعمل محاضرة أو محاضرتين، وموجودين على اليوتيوب وممكن واحد يطالع فيهم. تفضلوا. أنا عفوا نبي سامي الديب، أنا بدي أتشرف يكون نبينا في برنامجي ولو نصف ساعة. أنا لا أكون طماع زي جان أو إسماعيل، أنا تابعت كل حلقة تحكيها، كل كلمة تكتبها أو تحكيها أنا متابعها، يعني big fan of yours. بس يعني ظهورك وراح نص ساعة معي في البرنامج راح يصعدني لسماوات الله سبحانه وتعالى.
مو مشكلة مو مشكلة، أنا شرف إلي، واعدك حجيب البراق معي مشان تطلع على السما بسرعة. لا بس ما مشان نكرمه يعني صاحب. الشكر لوجودك أخي سالو، وشكرا، وأكيد طبعا النبي سامي لاب ما راح يخجلك وراح يكون يقف معك وكلاتنا معك، ومن هون على هالمنبر هذا أنا بدعو كل أصدقائي اللي متمكن بالإنجليزية بدي يتجاوب مع الأخ سال، ونحن أكيد الأسبوع القادم إذا بقدر الأخ سال نعمل حلقة خاصة بشان برنامجه، وندعي كل أصدقائنا أنه يشارك بهالبرنامج هذا، وبتمنى لك التوفيق أخي سال يعني بكل حماس، يعني بتمنى لك التوفيق، واكيد اكيد راح تقدر تساوي شيء وتبني هالجسور اللي بدك اياها تبنيها وتفهم الناس شو هو الاسلام، اكيد بكل تاكيد. كل بنو بدنا الشباب المثقف الاحرار يظهر للعالم بدل عن شيوخ الجهل والضلال. بكل تاكيد بكل تاكيد، الشيوخ انتهوا الى الابد، انا متاكد من هالشيء. شكرا لكم جميعا. العفو أخي. شكرا عزيزي. طيب أظن سؤال أخير راح ناخذ نبينا، ويعني مشان ما نطول عليك بس سؤال واحد. خير حر عم بيقول أهلا بك أستاذ سامي الذيب، أتمنى الرد على سؤالي أخ جان، أريد أن أعرف هل الإسلام حقا كان في بداياته عبارة عن هرطقة مسيحية كالأريوسية وغيرهم، حيث كانت قد ظهرت طوائف مسيحية بدأت تدعي أن يسوع المسيح هو نبي وليس رب، وكانت نشأة الإسلام هي على أساس تلك الهرطقات المسيحية. هناك شائعات حول علاقة بعض الرهبان المسيحيين مثل ورقة بن نوفل والراهب بحيرة بالقرآن ومحمد مؤسس الإسلام. نور أبو زيد. أوكي. في صدر الآن يلا صوت في صدر. إيه أنا أتفق معك إنه هناك علاقة قوية بين محمد بين الإسلام والمسيحية كما مع اليهودية. أنت قد تعلم ورقة بن نوفل كان قرابته لمحمد، كان قسيس في مكة، وللعلم في الكعبة بالذات كان في صورة العذراء مريم والمسيح. ولما محمد دخل الكعبة محى كل شيء، ولكن ترك صورة المسيح والعذراء مريم في داخل الكعبة، والمؤرخين المسلمين بذكروا ذلك، ولم تمحى هذه الصور إلا بعد حريق الكعبة. ورقة بن نوفل زوج خديجة من محمد، وأنت تعرف حتى اليوم رجل الدين لا يزوج امرأة ورجل إلا إذا كان من طائفته، يعني مش ممكن رجل دين مسيحي يروح يتزوج اثنين يهود، ما بنفعش، او يزوج اثنين مسلمين ما بنفعش. فالدين فهو اكيد انه محمد وخديجة كانوا من اصل يعني مسيحي، ده اكيد 100%. وبرهان على ذلك انه مدام طول حياته لخديجة كان هو مرأة وحدي، وهو هذه القاعدة المسيحية. هو امتى صار فلت؟ لما توفت المرحومة خديجة طيب الله ثراها. ما بعدين عجبتني كلمة فلت. فلت هو هي قبل كان ماسكته بذانه ففلت. فلما توفت بس كلمة أضيفة نبينا، معناتها نقدر نسميه الزلمة فلتان. فلتان من زمان هو. فلت مع القضية الحاصلة بطاقة الحالة. التأثير اليهودي والمسيحي على القرآن واضح، وأنا ذكرته بالطول وبالعرض في طبعة العربية للقرآن، وحتى الترجمة الفرنسية والإنجليزية والإيطالية، بس بالعربية أكثر شيء. قصة صلب المسيح، معروف أن الطوائف المسيحية لم تكن تؤمن بصلب المسيح، هو ما جابهاش من عنده اللي كتب القرآن، هو أكيد محمد لا علاقة له بالقرآن. أنا على رأي محمد، أنا دائما أقول أن القرآن تأليف حخام يهودي مسطول،
هذا ما أكرر وما يعني أشدد عليه. ف هذه يعني أكيد هو اليهودية أنتجت اليهودية والوثنية أنتجت المسيحية، وبعدين اليهودية والمسيحية أنتجت الإسلام. الآن إيه اللي هيصير؟ المسيحية واليهودية ستنتج دين جديد، يعني هيصدر عنهم دين جديد مثل الإسلام صدر عن اليهودية والمسيحية، هذا أكيد. يعني الآن هو التصادم ما بين المسيحية والعلمانية، مثل ما تقول يعني المسيحية العلمانية والإسلام، وحيصدر دين جديد. ما هو الدين الجديد؟ ما حدش يعرفه، لكن لازم نحضر له. بس أنا أكيد هذا هيكون ديانة يعني فيها طيبة القلب أو المعاملة، هي الأساس المعاملة، الدين هو المعاملة. أما الخرافات فتسمى خرافات، وفصل الدين عن الدولة بصورة تامة كما جاء في المسيحية. يعني هو حيكون دين دون التعقيدات تعون المسيحية ودون الشرائع تعون الإسلام، دون التعقيدات تعون المسيحية، المسيح ابن الله والعذراء مريم عذراء والقيامة والصليب والدنيا والحقل كل هذا الطويل العريض، ولا الشرائع تعون محمد اللي أخذها من التوراة. حيكون موافق بالأحرى لوثيقة حقوق الإنسان ويكون أكثر عقلانية. فهذا يجب أن نعد له مع فصل الدين عن الدولة. يعني هو هيكون تصادم بين النبي سامي الديب والنبي محمد، هيكون هناك تصادم. بالضبط نبينا، هذا اللي كنت أقوله، أنه الدين الجديد هو دين العقل ونبيه سامي الديب، وأنا متأكد مليون بالمية هو الديانة راح تسود إذا مجازا يعني قدرنا نسميها ديانة، هو ديانة العقل، والعقل وحده يعني لا شريك له. تمام، بس هنا تصادم، هنا مواجهة يعني حياة وموت ما بين النبي سامي ذيب وما بين النبي محمد. الواحد حيفني الثاني أكيد، ما بعرف مين اللي حيفنع الثاني، بس يعني مثل البيض تاعون اللي يدق اللي راسه اقوى هو اللي حيكسر الثاني. فانت علشان عندك راسك ما شاء الله عليك اكيد ان راسك يطلع اقوى. احنا راسك غير محمي اصلا، انت على الاقل اقل شيء انت عندك شعر يحميها. لا بس انت راسك متعود، فاهم علي، على الطب. يعني نحن وصلنا لاخر الحلقه، وبصراحه في عندي بس شيء بخص البرنامج. يوم الاحد راح يكون الرقم حلقه رقم 100، فشو بتقول البرنامج لمسيره البرنامج لحد هلا؟ صار 100 حلقه، وشفت انت الضيوف اللي كانوا موجودين وحضرتك، وشو بتقول بالبرنامج هذا للبرنامج؟ البرنامج بمناسبه الحلقه 100. عزيز قلبي، بصراحة أنا شغلت كثير بطبعة العربية وترجمات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية للقرآن، وما كانش عندي وقت أحضر جميع حلقاتك ولا حلقات النبي إسماعيل، ولكن حبيت أشاركك. يعني ما حبيتش أنه أشغالي أبحاثي أنه تفصلني عن اللي بحبهم إخواني العرب والمسلمين. حبيت أكون متواجد، ولولا إيماني برسالتك ورسالة النبي إسماعيل ما ظهرت معاكم. يعني أنت تعرف أنه كل حلقة تأخذ يوم إعداد بالإضافة إلى المعلومات الأخرى اللي تراكمت عبر السنين، فما يظهر علي أنا متوتر وأنا بتكلم عليك ربما، بس أنا دائما بخوف لأنه ما تعرفش، لأنه إحنا بالهواء المباشرة، لكن أخذ الخطورة خطر هذا وبقول لا، لازم برضو اللي يقدر يشارك يشارك. فلهيك فأنا أدعو الجميع اللي يقدروا يدعموا برنامجك بحضورهم أو بأي وسيلة أخرى إنهم يدعموه، بنفس الأمر صاحبنا نبي إسماعيل وصاحبنا اللي عايز يعمل برنامج باللغة الإنجليزية، يجب أن ندعم بعضنا البعض. في ناس قالوا لي أنت ليش بتعمل برنامج لك، ولك لا، أقول لا، الموجودين لازم ندعمهم، الموجودين لازم 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 نقويهم، مو نشتت هذول. بس يعني برنامج بالإنجليزي أرى أنه ضرورة،
وهأكون حاضر، وهذا شرف لي أن أكون حاضر فيه، خاصة أني دعوت فأنا أشكر. فأنا أشجعك أخي جان إنكم تستمروا بهذا الأمر، وأشجع أخونا النبي إسماعيل أن يستمروا، وصاحبنا حركان، وصاحبنا ابن خلدون، القناة الحرة وغيره، كلهم لازم يصب في مجرى واحد، نتخلص من هذا الكابوس اللي ركب على ظهرنا من 14 قرن، اللي يا للأسف إخواننا المسلمين هم أول ضحاياه. ما ياخذوش هذا إنه هذا تعيير لهم، بالعكس هو لصالحهم، صدقني هو لصالحهم، ولا يوجد أي بغض ضد أي مسلم على وجه الأرض، ولا أريد إلا الخير. فأنا أشكرك أخي جان إنك سمعت صوتي وأعطيتني المناسبة للتكلم، وسأكيد حأستمر في دعم برنامجك قدر ما يمكنني. تفضل. أنا بتشكرك كثير نبينا سامي، وهذا شرف إلي يعني إنه أستضيفك. وبصراحة أنا قلت من بداية البرنامج إنه أنا ماني إعلامي، أنا رجل أكتب القصائد وأحب الشعر والشعر فقط، ولست إعلامي ومالي هدف أكون إعلامي في المستقبل. صدقوني أنا ليس لي هدف أكون إعلامي، ولكن الظروف حطتني بهالوضع هذا، وأنا بشان أهالينا اللي موجودين اللي عم بتذبحهم بالقتل والموت، حبيت أفرج أعمل شيء ولو بسيط جدا، أفرجيهم إنه هالدين هذا هو سبب خراب بيوتنا. ايه ده زين عملت اخي جان، زين عملت، وانت لم تقصر، وانت لم تقصر، وانت ومن ينكر اصله لا اصله له فعلا، وانت ابن اصول، انت ابن اصول اكيد، وتشكر على كل مجهودك. هلا الحلقه القادمه اللي انت حبيتني اني اشارك فيه، احنا كنا دائما متفقين انه يوم الاربعاء، انا يا للاسف حاكون متغيب، حارجع متاخر في 25 مايو، فلن أتمكن. أما إذا أنت حبيت يوم الخميس أو يوم آخر، يعني أنا متغيب من يوم 22 إلى 25 في الشهر، فأترك لك الخيار في أن تختار يوم آخر نتكلم فيه سويا، في عن هذه المرة حيكون عن الجهاد، آيات الجهاد. أكيد نبينا، يوم الخميس، يوم الخميس في نفس الساعة ما في مشكلة، كويس، يوم الخميس نحكي فيه عن الجهاد وآيات الجهاد. اوكي، وانا ححاول ان امكن اترجم كتابي عن الجهاد الى العربيه ونشره حتى يصل للجميع على قدر الامكان، وهو متوفر بالفرنسيه مع النصوص العربيه، وممكن كل واحد يذهب يحمله. تفضل. أكيد نبينا، أكيد أنا بتشكرك كثير نبينا، وبتشكر وجودك وهالوقت اللي أعطيتنا إياه. وطبعا أصدقائي يعني بكره معنا عندنا حلقه مع ماجده المشلبه الكاتبه العراقيه الملحده، فبتمنى تكونوا معنا الساعه 8 بتوقيت لندن مساء طبعا. وبشكرك كثير نبينا سامي على هالوقت اللي اعطيتنا اياه، ونتمنى نشوفك بالحلقه القادمه يوم الخميس إن شاء الله، إن شاء الله. شكرا لكم اصدقائي، شكرا، الى اللقاء في حلقه قادمه. شكرا لكم، إلى اللقاء، شكرا، سلام سلام.